هنعرف أكثر عن برنامج مشروعك من دكتور محمد البهواشي الباحث الاقتصادي بجامعة السويس. دكتور محمد صباح الخير. أهلا وسهلا فندم، صباح النور. أهلا بيك دكتور. طبعا برنامج مشروعك نفذ أكثر من 212 ألف مشروع، عايزين نعرف أهم مجالات هذه المشاريع وهل في تحديد للمجالات؟ طبعا هو برنامج مشروعي أو مبادرة مشروع اللي أطلقتها الدولة المصرية هي كانت بغرض ضم العديد من الفرص التشغيلية التي تقع خارج المنظومة الرسمية، بالإضافة للتمكين الاقتصادي لكافة فروع الشباب المصري في كافة الأماكن على مستوى الجمهورية. النهارده بتكلم عن التمكين الاقتصادي من خلال دعم الدولة في مبادرات مالية يستطيع من خلالها الشاب أو ربة الأسرة أن هي صاحب عمل وتدعمه الدولة. النهارده بتكلم على حرف استراتيجية، حرف لها مزايا نسبية تخص كل محافظة أو إقليم من أقاليم الدولة المصرية. المشاريع اللي تخطت 212 ألف زي ما حضرتك تفضلت في البيان الرسمي وفرت يعني مئات الآلاف من فرص العمل. فكرة التمكين الاقتصادي الواقعي على الأرض هو ده اللي حققته المبادرة، فعشان كده النهاردة بنقول هي خطوة من قبل الدولة المصرية لدعم الشباب المصري ودعم الأسرة المصرية لخلق التمكين الاقتصادي حقيقي، بالإضافة إلى ضم القطاع كبير من القطاع الغير رسمي لعبات الرسمية ليستفاد مما تقدمه الدولة من مزايا وتحفيزات ومنح طبعا بتقدمها الدولة في شكل مبادرات ومشروعات أعمال ودعم فني ولوجستي. فكل دوت بنقول بيدعم التمكين الاقتصادي الذي تسعى عليه الدولة المصرية. دكتور محمد، كمان في الفترة الجاية مفروض في تسهيلات مقدمة بشكل أكبر من برنامج مشروعك لكل الشباب، إيه هي التسهيلات دي؟ طبعا هي النهارده بقت فيه زياده في حد التمويل، بقت فيه تيسيرات اكثر، بقت فيه مشروعات مستهدفه بعينها بنقول للاستفاده بما تمتلكه المحافظات من مزايا، بالاضافه طبعا الى تيسيرات ضريبيه ويعني ولوجستيه، التيسيرات طبعا والمهم المزايا الاشراك هذه الفئه في المعارض التي تقيمها الدولة وبأجور رمزية التي تتعدى الجنيهات. أعتقد كل دوت بيدعم فكرة التصنيع والتحول إلى الاقتصاد المصري يكون اقتصاد حقيقي قائم على الإنتاج، بداية من المشروعات متناهية الصغر مرورا إلى أن يصل إلى أكبر المشروعات. طيب دكتور محمد، أكيد مثل هذه البرامج ليها تأثير إيجابي كبير جدا سواء على الشباب نفسهم، بيبقى فيه مهارات بيطلعوها، فرص عمل، إحساسهم نفسهم إن هم منتجين، وعلى الاقتصاد المصري كمان. بالفعل النهارده يعني على فكره الدوله بتقدم كتير جدا للقطاع لكل الشعب المصري، بس طبعا محدش هيعرف المعلومه ديت او حتى يلمسها الا لمس هذا الواقع بايده. فالنهارده المشروعات اللي بتقام بدعم وتمويل من قبل الدوله بتلاقي كل دعم وبتلاقي كل مسانده، بتلاقي كل تذليل لاي عقبه في فكره التمويل. النهارده اعتقد من الاشياء المهمه اللي كانت دائما هي معوق لبدايه المشروعات او لضم الاقتصاد الرسمي الى الرسميه. فالنهارده الدوله قامت بهذه الخطوه، خطوه المبادره، واعتقد النهارده اصبح في رضا لدى الشباب الذي يعني جرب التجربه، واعتقد ان هو خير سفير لباقي الجمهوريه. النهارده كل تجربه بتنجح اعتقد ما بتنجحش لوحدها، هي التشارك ما بين الدوله بكل اجهزتها بكل دعمها، ويعني الدوله قامت بجزء كبير، والجزء الاكبر طبعا على صاحب المشروع نفسه ان هو يقدر ان هو ينجحه بكل الدعم الذي يلاقيه من قبل الدوله المصريه. اكيد كان في تحديات يا دكتور محمد يعني قصاد مبادره مشروعك ويعني تحقيق الانجاز الكبير اللي حققته ومسانده كبيره اللي عملتها للشباب. بالفعل احنا خلينا نقول لحضرتك ان في ازمه ثقه كانت موجوده متوارثه. النهارده دائما ما نجد من يشكك بما تقدمه الدوله من جهود، ودائما هناك الهواجس ان الدوله لا تقدم الا بغرض جني رسوم وجني ارباح وجني، فكل هذه الامور طبعا موجوده وموروثه الى وقتنا الحالي. عشان كده يمكن انا قلت في كلامي ان التجربه، اي تجربه بيقوم بها شاب او ربه اسره او تمكين فكره تمكين اقتصادي وبتنجح على ارض الواقع، هي بمثابه رساله لكل الجموع المصريين ان الدوله بتقدم تدعم الشباب المصري. فكره النهارده ان القطاع الخاص وان هو بدايه من المشروعات المتناهيه الصغر اللي اعطتها الدوله اهتمام كبير جدا، فكره ان النهارده احياء المشروعات التراثيه واللي اعتقد النهارده بقى ليها دور كبير جدا وبنشوف معارض خاصه بيها. أيوه. فكره الصناعات الصغيره النهارده اصبحت داعم، وفي ازمات وفي ظل ازمات عالميه اصبح الصانع الصغير دوت هو بدايه عجله الانتاج. صح. واعتقد النهارده بقى في ارتقاء بمستوى جوده المنتج المصري بدايه من المشروع الصغير الى اكبر مشروع، فده كله بيعد داعم للاقتصاد وداعم الى فكره التمكين الاقتصادي. وزي ما قلت لحضرتك هي رساله
رسالة ثقة للجميع، واعتقد ان هي خطوة، كل خطوة خطوة نجاح بتبعث الى مزيد من النجاح وضم طبعاً. كثير من الشباب للاستفادة مما تقدمه الدولة. طبعا يا دكتور، الى مزيد من النجاح لهذه المبادرة وهذا البرنامج. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمد البهواشي الباحث الاقتصادي بجامعة السويس.